وعدد اليوم الجورنال فيغ بخبر عنوانه إدارة الرجاء الرياضي تزف خبرا سارا للتوسيق قبل قمة الأهلي المصري ومرتقب باش يلتحق اللاعب جمال حركاس بعثة فريق الرجاء الرياضي اللي شدد الرحال الثلاثاء الماضي للديار المصرية تحضيرا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل برسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة فريق الرجاء تمكنت من حل المشكل المتعلق بجواز السفر للاعب جمال حركاس وتابعت أن اللاعب المذكور غيسافر اليوم الخميس لانضمام صفوف الفريق الأخضر المقبل إلى خوض مباراة حاسمة يوم السبت القادم. وكان لاعب جمال حركاس تخلف على السفر رفقة النص الخضر الثلاثاء الماضي بفعل مشكل كيتعلق بجواز السفر. رشيد طاوسي شخصية الرجاء ستكون حاسمة لتجاوز الأهلي المصري. وفي تفاصيل الخبر قال رشيد طاوسي مدرب فريق الرجاء أن فريقه واجه إكراه الرزنامة المزدحمة قبل المواجهة القوية اللي غتجمعوا مضيفو الأهلي المصري يوم السبت المقبل. وأثنى رشيد طاوسي على أداء لاعبي خلال المباريات الثلاث الأخيرة اللي خاضها في دوري أبطال إفريقيا ومسابقة كأس العرش وشدد على أن الدور الجيد والقوي لفريق الرجاء خلال مباراة كأس العرش ضد قصب التالا ورجاء بني ملال مكن الفريق من الحفاظ على شخصية البطل. ووضح مدرب الرجاء من خلال تصريحات إعلامية أن فريقه كيتميز بقوة الشخصية اللي معروف بها النادي الأخضر وبرز أنه غيستغل هذا العامل نجل العودة بنتيجة إيجابية إن شاء الله ضد الأهلي المصري وقطع شوط مهم لضمان التأهل في مباراة العودة اللي غتجرى الأسبوع المقبل بمركب محمد خامس بالدار البيضاء. وضاف رشيد طاوسي أن فريق الرجاء تهيئ بشكل جيد لمواجهة الأهلي وأكد أن مباراة كأس العرش كانوا بروفا مهمة للوقوف على جاهزية مجموعة من لاعبيه في ظل الغيابات اللي ضربت فريقه خلال الفترة الأخيرة. مروان فخر سنقدم كل ما لدينا لإعطاء صورة جيدة عن الرجاء. وأقر مروان فخر حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي بصعوبة المباراة اللي كتنتظر فريقه ضد الأهلي المصري برسم ذهاب ربع نهائي تشامبيونز ليغ. وقال فخر في تصريح القناة الرياضية أن فريق الرجاء كيتوفر على مجموعة متجانسة وكيشتغل في ظروف جيدة وتمنى باش يحافظ الفريق الأخضر على تركيزه بهدف تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله ضد الفريق المصري. وتمنى المتحدث نفسه باش يحصد فريق الرجاء في مباراة الذهاب ضد الأهلي نتيجة كتصب في مصلحته باش يمكن نخوض مواجهة الإياب بمعنوية مرتفعة وشدد على أن فريقه غيقدم كل ما عنده باش يكون عند حسن ظل الجماهير الرجوية الكبيرة. محمد زريدة تنتظرنا مباراة صعبة ضد الأهلي وسنقدم كل ما لدينا للعودة بنتيجة إيجابية. وأكد محمد زريدة متوسط ميدان فريق الرجاء أن فريقه كتنتظر مباراة صعبة ضد الأهلي المصري وشدد على أن جميع اللاعبين واعين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم. وضاف المتحدث نفسه أن الفريق الأخضر غيقدم كل ما عنده ضد الأهلي من أجل العودة بنتيجة إيجابية من القاهرة تسهل عليهم مباراة الإياب. وشال أن الرجاء غيدخل هذا اللقاء هو مأمن بجميع حظوظه. يشال أن الفريق الأخضر أجرى أول حصة تدريبية أمس بالقاهرة استعدادا المباراة القمة السبت المقبل. حكم من طاقم مباراة الرجاء والأهلي مهدد بالسجن. وفي تفاصيل الخبر كيواجه أحد أفراد طاقم تحكيم مباراة الرجاء الرياضي والأهلي المصري عقوبة سجنية وذلك أيام قبل المواجهة المحتملة بين الفريقين لحساب ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكيتعلق الأمر بالكونغولي أوليفي سافاري اللي تم تعيينه من طرف لجنة التحكيم بالكاف كحكم مساعد أول خلال مباراة الرجاء والأهلي المصري. وألقت الشرطة الكونغولية القبض على الحكم المذكور بدعاء إهانته لأحد القضاة إذ من المحتمل باش يواجه عقوبة سجنية في حال ما تمش التنازل ليه. وكتاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف ملف الحكم الكونغولي اوليفيه سافاري بحيث كيرتقب نتيجة اصدار الحكم للابقاء عليه ضمن طاقم تحكيم مباراة الرجاء والاهلي او تعيين بديل ليه في حالة متابعته قضائيا. وسبق لجنة التحكيم تابعة للاتحاد الافريقي وسندت مهام ادارة هذا اللقاء للحكم الكونغولي جون جاك نضالا بمساعدة مواطن اوليفيه سافاري كحكم مساعد اول وسليماني قمر الدين من جزر القمر كمساعد ثاني والكاميروني جوا بيلاسي كحكم رابع فيما غيكون الحكم الجزائري مهدي عبيد مشرف على غرفة الفار. عقوبة الجامعة الملكية للرجاء بسبب لقاء رجاء بني ملال وشباب قصب التادلة. وفي التفاصيل صدرت اللجنة المركزية لتأديب الروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية عقب اجتماع لدراسة الملفات المحالة عليها عدة قرارات كتخص المباريات اللي تجرات الأسبوع الماضي واللي مبينها لقاء الرجاء ورجاء بني ملال وفيما يلي القرارات الخاصة بلقاء الفريق الأخضر الأخير تغريم فريق رجاء بني ملال من بضغة 3500 درهم لرمي جماهير القنينات على أرضية الملعب خلال المباراة اللي جمعته بالرجاء وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب. تغريم فريق رجاء بني ملال مبلغ 1500 درهم للحصول على 8 انذارات خلال المباراة اللي جمعته بالفريق الأخضر وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب. تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 40000 درهم لاستعمال جماهير الشهوب الصناعية خلال المباراة اللي جمعته برجاء بني ملال وشباب قصب التادلة الأسبوع الماضي. تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 10000 درهم لرمي جماهير القنينات على أرضية الملعب خلال المباراة اللي جمعته برجاء بني ملال وشباب قصب التادلة وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.
يهم الرجاء مفاجآت في لائحة الأندية المشاركة في البطولة العربية. وعقد الاتحاد العربي لكرة القدم مساء أمس الأربعاء اجتماع في مدينة جدة السعودية تخصص لمناقشة تفاصيل البطولة العربية المقرر انطلاقتها في يوليوز المقبل في المملكة العربية السعودية. وتم عقد الاجتماع 75 لمجلس الاتحاد العربي أحد فنادق مدينة جدة بحيث رأسه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي. وأكدت مصادر إعلامية مصرية أن فريق الرجاء الرياضي غيكون الممثل الوحيد للكرة المغربية في العرس العربي إلى جانب الأهلي والزمالك المصريين والنصر والاتحاد والهلال وأهلي جدة من السعودية والترجي ونجم الساحل من تونس والمريخ والأهلي السودانيين والنجم اللبناني. مشاركة فريق الرجاء في النسخة المقبلة للبطولة العربية هي مفاجأة سارة للفريق اللي غيحاول يوصل أبعد نقطة في هذه المسابقة واللي ما لا تتويج بلقب إن شاء الله كما فعل في الموسم الماضي. كتجدر الإشارة لأن الحساب الرسمي للاتحاد العربي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كشف اقتراب موعد إقامة النسخة الجديدة من بطولة الأندية العربية وذلك بعد غياب عامين. ثلاث أشهر من العطالة ليونس مختار بالرجاء وكيعيش يونس مختار وفد جديد على فريق الرجاء الرياضي عطالة دامت أزيد من ثلاث أشهر بعدما ما نجحش في خوض أي مباراة رسمية مع النصر الخضر منذ التحاقه بالفريق في ميركاتو الشتوي الماضي. وتعاقد المكتب الموسعي لفريق الرجاء مع يونس مختار بإعاز موكل اللاعبين وبعض المقربين مع هذا المكتب رغم عدم جاهزيته إذ ما خاضش مباريات كثيرة في بداية الموسم الرياضي مفرض عليه الخضوع لبرنامج تدريبي خاص من أجل تأهيله. وبينما كانوا أعضاء المكتب الموسعي كيشدوا لأنه أي لاعب غينضم لفريق الرجاء ينبغي أنه يقدم الإضافة وجدوا أنفسهم أمام لاعب يحتاج لوقت طويل من أجل استعادة جاهزيته قبل انضمام للمجموعة علم أن الموسم شارف على نهايته ويونس مختار مازال ما قدم أي إضافة للمجموعة الرجاوية. وكيتعتبر يونس مختار من أفشل صفقات فريق الرجاء في الموسم الحالي اللي شهد انتقادات كثيرة من جماهير المسؤولي الفريق بسبب التعاقدات الصيفية والشتوية لضعف على مستوى القيمة الفنية إذ باستثناء حميد أحداد وجمال حركاس والحارسين غايا مربح ومروان فخر ما قدموش باقي اللاعبين أي إضافة للفريق. كان هذا آخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجاء جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم مننا.